مالك يا جابر قاعد كيف المركبة غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة قام قال لي لازم أرقد في السرير أسبوع. عاوز تاخد أجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا رجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر ثلاث حاجات مع كلهم شو واصل، السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر عم جابر عم جابر